الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. قال المصنف رحمه الله تعالى ما زال على الأعمال التي هي كفر، لكن الكفر لا يخرج من الملة. يقول المصنف عن سالم بن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود، وعن مسروق عن علقمة ومسروق سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال هي من السحت. قال فقال أفي الحكم؟ قال ذلك الكف، أعوذ بالله، يعني الرشوة لتغيير الحكم كما كانت تفعل اليهود. قال ذلك الكفر. ثم تلا هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وطبعا هنا أتى بها المصنف لتعلم أن الرشوة في الحكم وتغيير الحكم كفر دون كفر، إلا إذا استحل ذلك هذا أمر آخر، لكنها كفر دون كفر. ولذلك العلماء يقولون من أقر بأن الحكم لله جل في علاه فبدل للرشوة ولأمر دنيا فهذا كفر دون كفر، لأنه مقر بأن الحكم لله وأن الذي يفعله حرام من أجل الدنيا. وفي رواية عن مسروق قال قلنا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كنا نرى السحت إلا رشوة في الحكم، قال عبد الله هذا الكفر ذلك الكفر. وعن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود عن قول الله عز وجل وأكلهم السحت، قال الرشا، قال قلت في الحكم، قال ذلك الكفر. الله يستر علينا، الله يستر علينا. وعن ابن عباس قال في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتب. شوف انظر، ابن عباس يرى أنها الكفر دون الكفر، وابن مسعود يرى الكفر أن قول الله تعالى فأولئك هم الكافرون كفر أكبر. ابن مسعود ابن عباس يراها كفر أصغر، كفر دون كفر. بالتصريح يقول في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعن طاووس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ليس بكفر ينقل عن الملة. شوف طاووس أيضا للتلميذ ابن عباس قال ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة. وعن ابن جريج قال عن عطاء قال كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، كل ذلك تفسير للآية. وعن منصور عن إبراهيم النخعي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال نزلت في بني إسرائيل وراضي لكم بها. حذيفة كان يقول نعمة 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 أبناء العم، الحلوى لكم والمر لهم. عن ابن عباس في قوله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي به كفر. قال ابن طاووس ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. قال سفيان أي ليس كفرا ينقل عن الملة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا كله عن ترجمان القرآن، وقال بأنها كفر دون كفر. وعن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. أراد المصنف بهذا أن يبين أن من الأعمال ما جاء الشرع بتسميته كفرا وليس كفرا يخرج من الملة، من الأعمال ما جاء الشرع بتسميته كفرا وهو كفر لا يخرج عن الملة، لا ينقل عن الملة، وسماه الشرع كفر. وهنا كما قلت في هذا الباب أن أهل السنة والجماعة يرون أن هناك أعمال توافق المنافقين تكون صفة من صفات المؤمنين أو توافق الكافرين لكن لا تخرجه من الملة، ويكون أتى كفرا كفرا أصغر، مثل الحكم ما أنزل الله. وهذه حكم ما أنزل الله ابن عباس يرى الآيات بأسئلها الثلاثة فأولئك هم الظالمون ظلم دون ظلم، فأولئك هم الفاسقون فسق دون فسق، فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر. وحقيقة الأمر مسألة الحكم غير ما أنزل الله لا تفصيل آخر، وهو أنه إذا أقرب أن الحكم لله وحده ولا شريك له ولكن لا مانع من أن يحكم بغير ما أنزل الله جل في علاه الأمر على التخييس، هذا يكفر كفر أكبر يخرج من الملة. أو يرى أن الحكم ما أنزل الله حكم لله جل في علاه ينفع الرمال والجمال ليس على العصور التكنولوجيا التي هو فيها، هذا كافر كافر كفر أكبر يخرج، وهذا كفر يخرج من الملة. ومن قال نحن يلزمنا الحكم بأنزل الله وأيضا لنا أن نحكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر يخرج من الملة أيضا. تسوية شرع الله بزبالات أذهان الناس كفر لا محالة. ومن قال لا حكم إلا لله والتشريع تام لله جل في علاه والعدالة لا تكون إلا بحكم الله وسعادة الناس لا يكون إلا بحكم الله جل في علاه، لكن آثر حكم البشر لرشوة لدنيا لهوى، ولكن ليس في كل الأحكام، في مسألة ما أو مسألتين فهذا كفر لا يخرج عن الملة.
والتأصيل العام في قوله فأولئكم الكافرون يعني كفر دون كفر، يعني كفر دون كفر كما قال ابن عباس. وهذه فيها دلالة على أن الحديث التي ذكر فيها الكفر منكرا هو الكفر دون كفر، كما قال من غشانا فليس منا، كما قال سنتان بأمتي هما بهم كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كل ذلك كفر دون كفر، لأن الأدلة قد جاءت وبينت أنهم ما زالوا على الإيمان، وإن طائفتان من اقتتلوا وقال من المؤمنين ما خرجوا من الإيمان، ما خرجوا من الإيمان. فيكون هنا الأعمال هذه تسمى كفر لأنها سبيل إلى الكفر الأكبر، فكفر أصغر وتسمى كفر لأنها سبيل إلى الكفر الأكبر. نعم، الفوائد المستنبطة: إذا اختلف الصحابة فالقول قول من هو أقرب إلى التشريع إلى الكتاب والسنة، يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرف من الظاهر المؤول. السلامة للمكلف التسليم التام لله وللرسول، التسليم التام لله عبودية شرع وقدر، والتسليم الرسول انقيادا واستسلاما وائتساء واتباعا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين بحكم كتابك والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبكم جميعا في الله. يا رب نقص صدورنا واجعلنا من أنبل الناس، نعوذ بالله من الخسة والخبث والنفاق والرياء والشقاق وسوء الأخلاق. السلام عليكم ورحمة الله. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.